السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب المرحلة الثانية إن شاء الله نرجع وياكم نكمل محاضرات الأبدومين. بالبداية آسف جدا على التأخير اللي صار، إن شاء الله نتواصل وياكم. اليوم محاضرتنا راح تكون على الأكسسوري أورجانز أوف ذا أبدومين أو الجاسترو أنتستاينال تراكت، اللي تشمل عندنا الليفر والجول بلاذر والبنكرياس اللي راح يكون موضوع محاضرتنا اليوم، ونكمل بالمحاضرة الجاية إن شاء الله ناخذ عندنا السبلين وناخذ عندنا الادرينال جلانز والكيدني والميزنتري. نجي على الليفر، بيريتونيال اورجان بوزيشند ان ذا رايت ابر كوادرنت اوف ذا ابدومين. طبعا التقسيمات اللي كانت سابقا اللي اخذناها تذكروها مال الابدومين، اكو تقسيمات اربعه اللي هي الرايت والليفت الابر كوادرنت والرايت والليفت اللور كوادرنت، واكو تقسيم يسمونه الناين ريجن اللي هو السيرجيكال اللي هو المعتمد اكثر، يحدد لنا ناين ريجن اللي يسموها رايت هايبوكوندريال ليفت هايبوكوندريال ابيجاستريك هايبوغاستريك امبلايكال. فهنا من وجهه نظر التقسيم الرباعي يقول لك رايت ابر كوادرنت اوف ذا ابدومين، اوكي لارجست ستراكشر ان ذا ابدومينال كافيتي اند ذا لارجست جلاند ان ذا هيومن بودي، يعتبر هو اكسسوري دايجستين جلاند، يعني الفانكشن مالته راح يسوي سينثيسيس اوف ذا بايل، راح يسوي ستورج للجلايكوجين وراح يسوي برودكشن للكلوتينج فاكتور. البوزيشن هنا اكزاكتلي راح نرجع على الناين ريجن، رايت هايبوكوندريال اند ايبيجاستريك ريجن اكستندينج تو ذا ليفت هايبوكوندريال ريجن. هذا هو البوزيشن او اللوكيشن الادق خلينا نقول. بالنسبه للسيرفيس اوف ذا ليفر عندنا هنا تو سيرفيسز، واحد يسمونه الدايفراماتيك واحد يسمونه فيزرال. ناخذ الدايفراماتيك سيرفيس اللي يكون كبوزيشن انتيرو سوبيريور سيرفيس اوف ذا ليفر، يعني قصده هذا سموث اند كونفكس، اوكي fitting tightly beneath the curvature of the diaphragm. يصير كلش يستك ويا من هو هذا السيرفس الدايفراماتيك، يكون ويا الدايفرام جاي. زين the posterior aspect of the diaphragmatic surface is not covered by visceral peritoneum so it is direct contact with the diaphragm itself. يحكي على هاي المنطقة اللي هي posterior aspect of diaphragmatic surface، هذه ما بيها visceral peritoneum، والمنطقة هذه تعرف بالبار area، أباوع عليها هنا بالنسبة للليفر. هذه هي المنطقة البار area، شنو خصيصتها؟ there is no visceral peritoneum in it. السيرفس الثاني اللي هو الفيزرال سيرفس، البوزيشن مالته هو بوستيرو انفيريور سيرفس اوف ذا ليفر، ذس وان. زين وذ اكسبشن اوف ذا فوسا اوف ذا جول بلادر والبورتا هيباتس ات از كفرد وذ بيريتونيوم. هذا السيرفس كله كفرد باي بيريتونيوم، ما عنده منطقتين. المنطقه اللي توعد بها الجول بلادر يسموها الفوسا اوف ذا جول بلادر، ومنطقة البورتا هيباتس اللي هي الانترنس مال الليفر، هذين اثنيناتهم ما بيهن بيريتونيوم، باقي السيرفيس كله كفرد باي بيريتونيوم. مولدد باي شيب اوف سراوندينج اورجانز، هنا تشوفون التحويرات اللي تصير بهذا السيرفيس نتيجة الكونتاكت اوف ذا سراوندينج ستراكشرز، فيسموها مولدينج تحويرات على الشيب مالته نتيجة السراوندينج ستراكشرز. Make the surface irregular and flat. Okay. Then lies in contact with the right kidney, right adrenal gland, right colic flexure, transverse colon, first part of the duodenum, gallbladder, oesophagus, and stomach. كل هاي structure راح تكون related إلى visceral surface of the liver. كل وحدة إلها مكان مخصص بهذا surface. نجي موضوع آخر يسمونه ligaments of the liver. طبعا من نقول ligaments of the liver هي attach the liver إلى surrounding structure. الligaments هنا شنو تعريفه؟ هو double layer of peritoneum. بالأبدومين تعريف الligament هو double layer of
لقى أو في بريتونيوم. شنو أنواع هاي الليجامنتس؟ عندنا أول واحد يسمونه الفالسيفورم ليجامنت، المنجلي سيكل شيب ليجامنت، مثل المنجل صاير. اتاتش الانتيرير سيرفيس اوف ذا ليفر تو ذا انتيرير ابدومينال وول، اذا يربط الليفر ويا الانتيرير ابدومينال وول. اند فورمز ناتشرال اناتوميكال ديفيجن بتوين ليفت اند رايت لوبز اوف ذا ليفر، وهو بنفس الوقت هذا يعتبر لاند مارك، يقسم لنا الليفر الى رايت اند ليفت لوب. The free edge of this ligament contain ligamentum teres اللي يعتبر remnant of the umbilical vein. نهايته هاي ال free edge، النهاية الحرة يسموها مال الفالسيفورم ligament، تحويلي فد ligament يسمونه ligamentum teres، هو بالحقيقة بال embryological development هو بالأصل يعتبر umbilical vein وتحور صار عبارة عن ليجمنت يسمونه ليجمنت تمتيريز. سو الليجمنت الثاني اللي موجود بالليفر يسمونه كوروناري ليجمنت، عندي انتيرير بوستيرير فولز. This one attach superior surface of the liver to the inferior surface of the diaphragm. Okay. Demarcate the bar area of the liver. هنا قلنا البار اريا قبل شوي ذكرناها انها devoid of peritoneum، ما بيها. فمن اللي يحددها؟ اللي يحددها الكورونري ليجامنتس. دي يمشن على السوبرير سيرفيس مال الليفر ودي يعوفن هاي المنطقه بالنص، ما دي يغطوها بالبريتونيوم، فيسموها البار اريا. Anterior and posterior folds united to form triangular ligaments on the right and left lobes of liver. هذه الليجامنتس الكوروناري الانتيرير والبوستيرير يمشن كل واحدة بصفحة، بعدين بالنهايات الرايت والليفت يلتقن، من يلتقن يسوي لي انذر ليجامنت يسموه تراينجولار ليجامنت، عندي رايت وعندي ليفت. هنا نشوفوا تلاحظون الحكي اللي حكيناه سابقا يكون اوضح. هنا هذه هي الكوروناري ليجامنت، لاحظوها عندي هنا الانتيرير والبوستيرير وان كل واحد رايح بصفحه، وتاركين هاي المنطقه ديفويد اوف بريتونيوم يسموها بار اريا. بعدين هاي الكورنر الجمنس بالحافات بالنهايه بالرايت والليفت راح يتحدن فيسوي لي تراينجولار ليجمنت. اوكي، فهسه بالنسبه للتراينجولار ليجمنتس الرايت والليفت، الليفت وان formed by union of the anterior and posterior layers of the coronary ligament at the apex of the liver and attach left lobe of the liver to the diaphragm. معروفة أنه هو عبارة عن اتحاد anterior posterior coronary ligaments وين بالleft side، ويربط الليفر ويامن ويا الديافرام. Okay. Right the same thing formed in the similar fashion adjacent to the bar area يم مسار المنطقة البار اريا، ويسوي اتاتشمنت للرايت لوب اوف ذا ليفر ويا الدايفرام. اوكي، بعد شنو عندنا الليجمنتس اوف ذا ليفر؟ عندنا اللسر اومنتم اخذناه سابقا بالستومك، وهسه راح نرجع له. اتاتش الليفر تو ذا لسر كيرفتشر اوف ذا ستومك اند ذا فيرست بارت اوف ذا دودنم. اوكي، مين يتكون؟ يتكون من هيباتو دودنال ليجمنت اللي يربط لي، نكمل الليجمنتس اوف ذا ليفر. عندنا الليسر اومنتم ذكرنا سابقا انه ماخذي بالستومك، كونسيست اوف هيباتو دودنال ليجمنت، يعني معناها اكستند فروم ذا دودنم الى الليفر، والقسم الثاني يسمونه هيباتو جاستريك، يعني من الليفر الى الستومك. بالنسبه للهيباتو دودنال ليجمنت سراوند البورتال ترايد اللي حكيناها سابقا، اللي متكونه من bile duct و artery و vein. Posterior surface of the liver is secured to the inferior vena cava by hepatic veins and fibrous tissue. يعني هنا من انباو على posterior surface مال liver اشوف الانفيرير vena cava، بيناتها راح تكون عندي hepatic veins و fibrous tissue. اوكي، ننتقل الى موضوع اخر يسمونه الهيباتيك ريسيسز. شنو هي الريسيسز؟ هي spaces between the liver and surrounding structures. شنو فائدتها؟ clinical importance
يقول لك الانفكشن ماي كولكت ان ذيس ارياز فورمينج ابسس. من يصير عندي انفكشن بالابدومن هذا الانفكشن راح يولد لي انفلاميد فلويد ملوث. هذا الفلويد راح يصير بكولكشن وين؟ بمناطق معينه. من هاي المناطق هي الرسسز. فاقدر بالسونار او باي فحص اخر اقدر اركز اشوف انه هاي الرسسز اذا بيها فلويد فاتوقع انه اكو انفكشن بالابدومن. شنو هاي السبيسز؟ عندي السبفرينيك سبيسز من اسمه سبفرينيك يعني بيلو ذا دايفرام لوكيتد بين الدايفرام اند ذا انتيريور اند سوبيريور اسبيكت اوف ذا ليفر divided into right and left by falciform ligament من above عليها anteriorly. هذا the superior surface مقسوم إلى right و left by falciform ligament. السبهيباتيك أيضا من اسمه يكون below the liver. طبعا أخذنا التقسيمات مالته هو subdivision of supracolic compartment اللي تكون above the transverse mesocolon. هذه كلها يسموها compartment supracolic. وهذا السبيس يصير between the inferior surface of the liver وال transverse colon. هذا كله يسمونه subhepatic space. بعدنا بالرسسز عندنا المورسن باوتش. طبعا clinically important هي space between the visceral surface of the liver ويا right kidney. هذا هو المورسن باوتش. طبعا بالسونار هنا كلش مهمة هاي اللاند مارك يدورون عليها دائما. deepest part of the peritoneal cavity when supine position أو lying flat. من ينام الإنسان على ظهره هذه تكون the deepest part of the peritoneal cavity. فأتوقع أي فلويد يصير هنا عندي بالبيريتونيوم راح يصير وين؟ بال deepest part اللي هي المورسن باوتش. Therefore, pathological abdominal fluid such as blood or ascites is most likely to collect in this region in the bedridden patient. في المريض الملقى على الفراش أو الراقد في الفراش. زين. نأخذ the anatomical structure of the liver. عندنا macroscopic و microscopic. اللي يهمني يعني كأناتومست اللي هي الماكروسكوبيك. grossly. شاشوف الليفر. is covered by fibrous layer. هاي اللايرز اسميها جليسنز كبسول. الليفر ديفايدد انتو رايت اند ليفت لوب باي فالسيفورم ليجمنت مذكوره سابقا. تو اكسسوري لوبز ارايز فروم ذا رايت لوب لوكيتد اون ذا فيزيرال سيرفيس اوف ذا ليفر. بالاضافه لهاي اللوبز اكو تو سمول لوبز موجوده بالرايت. وين exactly بالفيزرال سيرفيس اوف ذا ليفر. خلينا نشوف شنو هي الاكسسوري لوبس. زين اول شيء عندنا الكاوديت لوب. اجي على الرايت كاوديت لوب ذس وان. هذا الفيزرال سيرفيس اوف ذا ليفر بالرايت لوب. اوكي الكاوديت لوب لوكيتد اون ذا ابر اسبيكت اوف ذا فيزرال سيرفيس. اوكي هذا الابر aspect of the visceral surface between the inferior vena cava and the fossa formed by ligamentum venosum اللي هو بالإمبريولوجيكال لايف أو ديفلوبمنت هو يعتبر الفيتال داكتس فينوسس. هذه هي الكاوديت لوب محصور بين الإنفيرير فينا كافا والفوسة مال الليجامنتم فينوزا. الكوادريت لوب ايضا بالرايت لوب اوف ذا ليفر صاير باللور اسبيكت اوف ذا فيزيرال سيرفيس بات لاينج بتوين الجول بلادر اند فوسه فورمد باي ليجامنتم تيريز اللي ذكرناه سابقا اللي هو يعتبر الريمننت مال الفيتال امبليكال فين. سيبريتينج الكاوديت عن الكوادريت هذا الترانسفيرس فيشر اللي يسمونه البورتا هيباتس اللي تعتبر الانترنس اوف ذا ليفر يعني transmit all vessels, nerves and ducts entering or leaving the liver except the hepatic veins. اوكي وليش ال hepatic veins اللي تروح للانفيرير فينا كافا لان هي تجي عن طريق هذه الليجامنتس فما يدخل الى البورتا هيباتس. اوكي
مايكروسكوبيكالي هنا السيلز اوف ذا ليفر كل وحده من السيلز يسموها هيباتوسايت. الارنجمنت مالتها راح يكون على شكل لوبيولز. هاي اللوبيولز طبعا الهيباتوسايت هي تعتبر ستراكشرال يونت اوف ذا ليفر، واللوبيول تكون هيكساغونال يعني شكل سداسي مضلع سداسي. بالنص الدريننج مات راح يكون سنترال فين. البيريفري مال الهيكساغون هاي الكورنرز الزوايا كل وحدة من عدهن تحوي لفد شي يسمونه بورتال ترايد، يعني فد ستراكشر كولكتيفلي يحوي لي ثري ستراكشرز اللي هي الشينية. مكبرين هذا الجزء الكورنر، شوفوا هاي الكورنرز بيها ثري ستراكشرز وهذا هو السنترال فين. طبعا اكو كونكشن بتوين ذيم. فشنو هاي ستراكشرز؟ الارتريول اللي هو يعتبر جزء من الهيباتيك ارتري، الفينيول اللي هو جزء من الهيباتيك بورتال فين، والبايل داكت اللي هي جزء من البايل تري. هذه كلها يسموها بورتال ترايد. بالاضافه الى اكو فد لمفاتيك فازلز وباراسمبثيك نيرف اللي متمثل بالفيغاس نيرف موجود ايضا بالبورتال ترايد. نجي على الارتريال والفينا السبلاي مال الليفر. طبعا هنا انا يقول لك هاز دوال بلاد سبلاي يونيك، يتميز انه هو تو بلاد سبلاي عنده. واحد من عندن اللي هو هيباتيك ارتري اللي سبلاينج 25% اوف ذا ليفر، وكم ملاحظ يقول لك سبلايز نان بارانكيمال ستراكشر اوف ذا ليفر وذ ارتيريال بلاد، ويجينا من السيلياك ترانك. طبعا الهيباتيك معروف يجينا من السيلياك ترانك. شنو معنى البارانكيما والنان بارانكيما؟ البارانكيما هي التشو مال الليفر، هذا الجزء الاصفر اللي نشوفه هنا اللي اغلبها متكون من هيباتوسايتس وكانكلوي، هسه راح تاخذوها بالهستون ان شاء الله. والنان بارانكيمال هي البايل داكتس ويا الجول بلادر، كل هالقنوات اللي موجوده within the liver هذه يسموها bile ducts او يسموها non parenchymal، وهذا الجزء هو يكون البارانكيمال ستراكشر. فالهيباتيك ارتري من يقول لك سبلاي non parenchymal يعني قصده يزود البايل ducts with the blood. البورتال فين اللي هو 75% عليه سبلاينج هنا سبلاي ليفر with دي اوكسجينيتد بلاد، طبعا هو اللي انجاي من السمول انتستين بس كارينج نيوتريانس ابزورب فروم سمول انتستين. هذا يكون دوميننت سبلاينج المن الى الليفر بارانكيما والاونج الليفر تو بيرفورم اتس فانكشن اللي هي عباره وحده من الفانكشنز مالته هي دي توكسيفيكيشن ازاله السميه. اوكي بالنسبة للفينس درينج مال الليفر عندنا هنا الهيباتيك فينز، طبعا بيها تقسيمات عندنا الرايت وعندنا الليفت وعندنا الميدل. السنترال فين اللي حكينا عليه اللي موجود باللوبيول هذا راح يسوي كولكتينج فينز ينجمع، والكومبينيشن مالته بالاخير راح يسوي لي الهيباتيك فينز اللي بالاخير دريننج وين بالانفيرير فينا كافا. فتبدي من سمولست فين وتنتهي باللارجست فين اللي هو الانفيرير فينا كافا. اوكي النيرف سبلاي بالنسبه للبارانكيما هنا اوف ذا ليفر، عرفنا شنو البارانكيما اوف ذا ليفر، هنا راح تكون انرفيتد باي هيباتيك بلاكسز اللي هي تحويلي سمبثاتيك تجيني من السيليك بلاكسز والباراسمبثاتيك تجيني من الفيغاس. هاي الفايبرز كلها السمبثاتيك والباراسمبثاتيك تدخل من خلال الليفر من خلال البورتا هيباتس الفتحه اللي قلناها وتمشي ويا من ويا الكورس مال الهيباتيك ارتري والبورتال فين، تمشي ويا الفازلز. هنا ملاحظ يقول لك الجليسين كبسول الفايبرس كبسول اللي يسوي الكفرنج الى الليفر هنا الانرفيشن مالته راح يختلف باي برانش اوف لور انتركوستال نيرفز. سو ديستنشن اوف ذا كبسول ريزلت ان شارب ويل لوكالايز بين، هنا راح يصير بين هنا ديورينج ديستنشن اوف ذا كبسول. ليش؟ لان عندنا الجليسين كبسول الانرفيشن مالتها يكون باللور انتركوستال نيرفز اللي تكون بارايتال واللي تكون
متحسسة أو يكون النوع مال البين مالتها هو يكون لوكالايز، فهي لازم ننتبه لها. زين، اللمفاتيك درينج، اللمفاتيك درينج اوف ذا ليفر، الانتيريور اسبيكت اوف ذا ليفر دريننج انتو هيباتيك لنف نود. الهيباتيك لنف نودز لاينج الونج الهيباتيك فازلز، دائما النودز تتبع الكورس مال الارتريز. And ducts in the lesser omentum and empty in colic lymph nodes. نهاية ال hepatic lymph nodes راح يكون بال colic lymph nodes, which in turn draining into cisterna chyli. The posterior aspect of the liver, the draining matter راح يكون بال phrenic وال posterior mediastinal nodes, اللي راح يسوي draining بال right lymphatic وال thoracic ducts. انتهينا من الليفر، راح نجي اليوم على الجول بلادر. جاسترو انتستينال اورجن لوكيتد within right hypochondrial region of the abdomen. اوكي، intraperitoneal pear shaped sac lies within fossa found between inferior aspect of the right and quadrate loop of liver. بيحدد موقعها exactly الجول بلادر، صار بالفيزرال سيرفيس اوف ذا ليفر بالرايت لوب بتوين الكوادريت والرايت لوب، هاي الفوسه مال الجول بلادر. الفانكشن اوف ذا جول بلادر شنو وظيفتها؟ هي عباره عن كونسنتريت اند ستورج اوف بايل اللي فرزه او اللي برودوس باي ليفر. Then, as a part of gustatory response, stored bile released from the gallbladder in response to the cholecystokinin. هذا الريسبونس راح تاخذوه بالفسلجة. الإنسان من يتناول طعامه اللي هو خاصة بدهون راح يشتغل عندنا الجاستاتري ريسبونس، راح يقولها للجالبلادر يابا افرزي لنا البايل، لأن هو يتعامل ويا الفاتي ماتيريال، فراح يصير عندنا هاي الدورة اللي تكون بدورها الجول بلادر تفرز لنا البايل اللي يتعامل ويا الفاتي ماتيريال. اوكي، زين، وات از ذا ريليشن اوف ذا جول بلادر؟ طبعا ذكرناها انتايرلي سراوندد باي بيريتونيوم، هي انترا بيريتونيال ستراكشر. Lies in close proximity to the following structures. شنو هي surrounding structures اللي تكون وياها؟ Anteriorly, superiorly راح يكون ال inferior border مال الليفر وال anterior abdominal wall. Posteriorly راح يكون ال transverse colon وال proximal duodenum. Inferiorly راح تكون ال biliary tree اللي تطلع من عندها وال remaining parts of the duodenum. هاي هي تعتبر relations of the gallbladder. بالنسبة للستركتشر اوف جول بلادر، طبعا الستورج كاباسيتي مالته هي فروم 30 تو 50 ملي. زين، ديفايدد انتو 3 بارتس اللي هي الفندس والبادي والنك. فندس بادي نك. نجي على الفندس اللي هو الراوند ديستال بورشن اوف ذا جول بلادر. بروجيكتس انتو ذا انفيريور سيرفيس اوف ذا ليفر. ان ميد كلافيكر لاين، هذا الخط. البادي اللي يعتبر largest part of the gallbladder close to the posterior inferior aspect of the liver، ايضا close to the transverse colon and superior part of the duodenum. بالنسبة للنك اللي هي يصير بها tethering، يعني شلون شوية شوية يصير بها narrowing، تصغر على مود تستمر ويا cystic duct وتأدينا الى البيليار تري. هذه هي البلياري تري اللي حس نشوفها ان شاء الله في السلايدات القادمة. هنا بالنسبة للنك، الميوكوزا مالتها تحويل الميوكوزا الفولد، هاي يسميها هارتمانز باوتش. طبعا كلينيكال امبورتنت، ليش؟ لان هذا راح يصير البرايمري لوكيشن مال الجولستون، حصوات المرارة دائما تتركز هنا. ابو السونار من يباوع على الجول بلادر يدور يم منك على هذا الباوش، دائما يلقى بيه ستون.
ليش؟ لأن هنا يقول لك البايل راح يصير بكولستيسيس، هنا ركود مال البايل راح يتجمع هنا ما يتحرك فيصير ستون. زين، نيجي على البيلياري تري اللي ذكرناها قبل شوية، هي عبارة عن سيريز اوف داكتس allowing. شنو وظيفته؟ اللي نيولي سينثيسيس بايل فروم ذا ليفر كونسنتريت اند ستور ان جول بلادر بيفور ريليزينج تو ذا ديدنم. هاي البيلياري تري اللي هي مجموعه من الداكتس تنقل لي البايل اللي ينصنع سينثيسايز ان ذا ليفر تنقله الى الجول بلادر، بعدين فروم ذا جول بلادر تودي الى الديدنم وين اتس نيد، يعني من تحتاجه نقله من الجول بلادر الى الديدنم. هنا يقول لك البايل synthesized primarily بالهيباتوسايت بالليفر، والدرينج مالته راح يكون عبر قنوات صغيرة يسموها كانالكيولاي موجودة ضمن الهيباتوسايت. بعدين تكبر هاي الداكت تصير انترالوبيولر، بعدين تصير كولكتنج داكت، بعدين تنتهي بالليفت اند رايت هيباتيك داكت. هذا كل السيستم اللي حكيناه هنا من الكانالكيولاي الى الكولكتنج داكس، هذا كله راح يكون ضمن الليفر، موجود ضمن التشو مال الليفر. هاي هي القنوات. نجي بعدين هنا بالنسبه للليفت والرايت هيباتيك داكتس، هذا هسه يسموه اكسترا هيباتيك بلياري داكت، جوينينج توجذر راح يسوي لي كومن هيباتيك داكت اللي تمشي الهيباتيك فين. زين، بعدين الكومن هيباتيك داكت راح اسوي جوينينج ويا السيستيك داكت اللي تطلع من الجول بلادر، راح اسوي لي انذر داكت شو اسميها؟ اسميها كومن بايل داكت. الكومن بايل داكت راح يصير بيها ديسيندينج، تنزل باسس بوستيريورلي الى الفيرست بار اوف ذا ديدنام والهيد اوف ذا بنكرياس وتوصل الى الديدنام، راح اسوي جوينينج بالديدنام. قبل ما توصل الى الديدنام راح يسوي جوينينج ويا من ويا الدكت اللي تجيني من البنكرياس اللي يسموه البنكرياتيك دكت، فسوي لي في الديستندنج اريا هنا فد شيء مضخم اسميه الامبوله، او يسمونه هيباتو بنكرياتيك امبوله، او يسموها امبوله اوف فاتر، كلها نفس الاسم. هذه هي اللي راح تدخل بالديدنام ثرو وات، ثرو فتحه اسميها الميجور ديدنال بابله. زين، هاي الفتحة regulated by valve اللي هو muscular valve، شو اسميه؟ sphincter of OD. اذا صار عندي ثلاث مصطلحات هنا، الامبولة اللي هي distended duct تنفتح بالفتحة اللي هي بالدودنام يسموها الدودنال بابيلا، وهاي الدودنال بابيلا regulated by sphincter اسميها sphincter of OD. اوكي، زين، blood supply of the gallbladder، طبعا هنا الارتيريال سبلاي راح يكون ضمن السيستيك ارتري اللي هو يجيني من الرايت هيباتيك ارتري. هذا اللي تشوفوه هنا الفينوس درينج، هنا راح يكون قسمين. بالنسبه للنيك راح يكون ضمن السيستيك فينز اللي تروح للبورتال فين، وبالنسبه للفندس والبادي راح يروح الى الهيباتيك ساينوسويدز الفينز اللي موجوده ضمن الليفر تشو يسموها ساينوسويدز. هذه هنا موضحها، عندنا السمول سيستيك فينز هنا بالنسبه للفندس والبادي راح تكون دريننج مالتها بالهيباتيك ساينوسويد، فقط عندنا النيك راح يكون الدريننج مالتها ثرو سيستيك فينز. اوكي، الانرفيشن اوف ذا جول بلادر، طبعا هنا visceral organ راح تستقبل parasympathetic sympathetic بالإضافة إلى sensory innervation. الcelic plexus اللي تحوي sympathetic والsensory fibers، والvagus راح يكون متمثل بالparasympathetic innervation. طبعا الparasympathetic stimulation ما تشرح يسوي، راح يسوي contraction بالgallbladder، فلهذا راح يصير عندي secretion للبايل، راح يروح بالcystic duct، ومن السيستيك داكت راح يعبر البيلياري تري ويوصل الى الدودنم. طبعا هاي هرمونال كنترول، طبعا الميجوريتي اوف ذيس ريسبونس طبعا مو عبثي، راح يتولى عندي الكوليسيستوكاينين، هذا قلنا از ا بارت اوف ذا جاستيتري ريسبونس.
lymph drainage of the gallbladder أيضا راح تكون عندي cystic lymph nodes اللي موجودة بالneck of the gallbladder هي راح يسوي لي draining. طبعا من cystic nodes راح يروح إلى hepatic lymph nodes ومن hepatic lymph nodes راح يرجع إلى celiac lymph nodes. Lymph drainage of the gallbladder. Lymph from gallbladder draining مات راح يكون بالcystic lymph nodes اللي موجودة بالneck. من cystic nodes راح يصير draining بالhepatic lymph nodes وfinally راح يكون بالنهاية بالcelia lymph nodes. انتقل إلى another gland هي البنكرياس. Abdominal glandular organ with both digestive exocrine وendocrine function. هاي النوع من الجلانز البنكرياس هي والتستس يسمونها ميكس جلاند، يعني بيها اندوكراين وبيها اكزوكراين بارت. البوزيشن اوف ذا بنكرياس يقول لك البنكرياس از ابلونج شيب. ابلونج شيب يعني ريكتانجولار شيب، يعني مستطيل. Positioned at level of transpyloric plane. هذا الترانسبايلوريك بلين راح تكون ويا level of the pancreas. ملاحظة with the exception of the tail of the pancreas it is retroperitoneal organ. البنكرياس كله هو عبارة عن retroperitoneal except the tail اللي راح يكون intraperitoneal. البوزيشن مالته حسب الناير ريجن راح يكون in the epigastric region هذه المنطقة والليفت hypochondrial region. زين شنو الستركتشرز الريليتد الى البنكرياس راح نشوفها هنا. بالنسبه للاورجنز عندنا الاستومك والدودنام والترانسفيرز ميزوكولون. الاستومك سيبريتد فروم ذا بنكرياس باي لسر ساك، هذا هو اللسر ساك. شوفوا هنا الاستومك بينات اللسر ساك اند بايلوريس لاي انتيريور تو ذا بنكرياس. طبعا الاستومك وياها البايلوريس تكون انتيريور الى البنكرياس وبيناتهم اللسر ساك. الدودنام اللي هو سي شيب دودنام كيرفز اراوند ذا اند اوتلاينز اراوند ذا هيد اوف ذا بنكرياس. شوفوا هنا الهيد اوف ذا بنكرياس السي شيب هنا راح يصير كيرفينج اراوند الهيد. الفيرست بارت اوف ذا دودنام هذا الجزء لايز انتيريورلي، والسكند بارت اللي يشمل الأمبولة أو ذا باتر lies laterally to the right of the pancreatic head. لترانسفيرز ميزوكولون هذا راح يسوي اتاش للانتيرير سيرفيس اوف ذا بنكرياس. بعدنا بالأورجنز اللي ريليتد للبنكرياس عندنا الكومن بايل داكت descend behind the head of the pancreas before opening into the second part of the duodenum alongside the major pancreatic duct through major duodenal papillae. حكيناها طبعا سابقا. Another organ هو spleen located posteriorly and laterally الى البنكرياس. وعندنا هنا الليجمنت يسمونه لينورينر ليجمنت اللي متكون من البريتونيوم ويسوي connection between spleen و التيل او ذا بنكرياس. هذا هو بالنسبة للفازلز اللي مسوية ريليشن الى البنكرياس. عندنا الاورتا والانفيرير فينا كافا passing posteriorly الى الهيد او ذا بنكرياس. هذا واضح عندنا بالصورة. السوبرير ميزنتريك ارتري this one lies behind the neck of the pancreas بس يكون anterior element للانسينيتو بروسس. زين posterior to the neck of the pancreas عندنا السبلينيك والسوبيريور ميزنتريك فين اللي تسوي لي البورتال فين كلها تكون posteriorly الى neck of the pancreas. عندنا السبلينيك artery as it is journeys from its origin at the celiac plexus لحد ما يوصل الى السبلينيك هايلام بالسبلين هنا راح يكون بالسوبريور بوردر اوف ذا
pancreas. شنو الستركتشر اوف ذا بانكرياس؟ طبعا ديفايدينج انتو فور بارتس: هيد، انسيناتو بروسس، نيك، بادي، اند فاينالي ذا تيل. بالنسبة للهيد اللي يكون widest part of the pancreas lying within a C shape of the duodenum connected by connective tissue with the duodenum. الانسيناتو بروسس هذا الجزء البيربل هذا هو عبارة عن projection arising from the lower part of the head. Extend medially lie beneath the body of the pancreas. وأيضا lies posterior to the superior mesenteric vessel. هذا هنا relation مالته ذكرناه قبل شوية. بالنسبة للنيك اللي هي صايرة between the head and the body of the pancreas هذا الجزء الأخضر overlies superior mesenteric vessel تغذي أو تغطي superior mesenteric vessel صار anterior إليه وأيضا نشوف هنا جروف موجود بالposterior aspect مال النك يفوت بالsuperior mesenteric artery behind it زين بعد ايش عندنا؟ عندنا البادي اللي هو centrally located crossing the midline of the human body to lying behind the stomach and to the left of the superior mesenteric vessel. اغلب الريليشن مال البنكرياس راح تكون بالنسبه للسوبرير مزنتريك فازل. فالبادي هنا راح يكون الى left side of the superior mesenteric vessel. بالنسبه للتيل هذا left end of the pancreas lies within or close proximity to the hilum of the spleen قريب على السبلين ويكون ضمن contain within the splenic renal ligament ويا splenic vessels هذا يعتبر التيل هو the only part of the pancreas that is intraperitoneal كل البنكرياس هو retroperitoneal زين the duct system of the pancreas هنا قلنا البنكرياس هي exoendocrine فناخذ الاكزوكراين بنكرياس classified lobulated serous gland produce digestive enzyme precursors طبعا الجزء الخاص بالبنكرياس اللي هو الاكزوكراين يفرز لي digestive enzyme composed of about 1 million berry-like clusters of cells called acini قصد على هذه عناقيد من الكلاسترز اوف سيل هاي السيلز تتجمع مع بعضها تصير هنا مثل العناقيد فهاي كل واحدة يسموها اسينس زين هاي الاسيناي connected by intercalated ducts كل مجموعة من الاسيناي مربوطة بدكت الانتركاليتد دكت United with those draining adjacent lobule and drain into network of intralobular collecting ducts. يقول لك هاي الدكتس كل واحدة تطلع من أسينس بعدين يصير بيها collection يسوي لي duct وهاي الدكت راح تربط ويا another أسيناي فبالتالي راح يسوي لي large duct. كلها هذه بالأخير الدكت راح تسوي draining بالمين pancreatic duct. اللي الصوب بالدودنا زين هنا بالنسبة للبنكرياتيك داكتس اللي تكونت runs along the length of the pancreas نمشي على طول البنكرياس وبالأخير united with the common bile duct تسوي لي الأمبولة اللي سميناها هيباتو بنكرياتيك داكت أو سموها أمبولة of water تتحد تسوي لي الأمبولة of water اللي تنفتح بالدودنا بالميجر ديدنال بابيلي طبعا السكريشن مال الديدنال هنا الكنترول مالته راح يكون ذكرنا سابقا بالسفنكتر اوف اودي اللي يتمثل سفنكتر اوف اودي يتمثل از ا فالف بالنسبه للبلاد سبلاي اوف ذا بنكرياس طبعا عندنا البلاد سبلاي هو السبلينك ارتري يعطيني بنكرياتيك برانشز بالنسبة للهيد اكو additional supplying by superior or inferior pancreatic or duodenal arteries
اللي تيجي من الجاسترودودينال السوبيريار والانفيريور يجيني من السوبيريور ميزنتريك ارتري. طبعا بالفينس درينج بالنسبه للهيد اوف ذا بنكرياس راح يكون ضمن السوبيريور ميزنتريك برانش اوف ذا بورتال فين. البنكرياتيك فينز فاينالي دريننج مالتها او الريست مال البنكرياس راح يكون ثرو ذا سبلينيك فين. فهنا بالنسبة للتقسيم مال الفاسكولار سبلاي راح يكون الهيد بصفحة والبادي والتيل بصفحة. يعني الهيد هنا عندنا قلنا السوبيرير والانفيرير بنكرياتيك ودودينال اللي يجي من الجاسترودينال والسوبيرير ميزنتريك. الفينس درينج بالنسبة للهيد هنا راح يكون سوبيرير ميزنتريك برانش اوف ذا هيباتيك بورتال فين. والدريننج اوف ذا ريست الباقي راح يكون ضمن السبلينيك فين. بالنسبة لللمفاتيك درينج هنا راح يكون اللمفاتيك فولوينج الارتيريال سبلاي وراح يصير الدريننج مالتها بالبنكرياتيكو سبلينال نودز وبايلوريك نودز which finally draining بالسوبيريور ميزنتريك والسيليك لنف نود. That's all. Thank you very much.